مؤسسات عديدة تعمل وتنشط في الكنيسة المارونية بلبنان، سواء بشكل مباشر أي بارتباط ببكركة أو غير مباشر، ولأن المسؤوليات والمهام كبيرة تم وضع آلية تنسيق لدراسة وتقييم وفهرسة عمل كل المؤسسات. ابتدأت الفكرة من وراء شعور البترك بالضغط الاجتماعي والاقتصادي على الناس، خاصة من خلال الجولات الرعوية بالمناطق. بيّن عنده أنه معظم الطلبات اللي عم تجي إنمائية واجتماعية، حس أنه لازم للكنيسة تلعب دور، لبل مؤسسات الكنسية، مؤسسات البطريركية تلعب دور أكثر. دعا لاجتماع لكل المؤسسات من أجل عرض كل مؤسسة شو عم تعمل، زيادة التنسيق بيناتها، وتفعيل دورة تتقدر تلبي الحاجات وتشترك مع البطريركية من أجل تلعب دور أكثر إنمائي واجتماعي. عمل وجهد كبير عم بيصب اليوم من أجل رسم هيكلية إدارية لكل مؤسسة، لسيما تحديد مجالات عملها واختصاصها والجهات اللي بتنسق معها، والهدف تفعيل العمل ومأسسته للوصول إلى فعالية أكبر بالمستقبل. ما عم يتاخد دور المؤسسة، لا بل كل مؤسسة بتشتغل باستقلالية، دورها بيزيد نحن تفعيل دعم مشاريعها و حط طاقات بكركي والمؤسسات الأخرى بتصرف كل مؤسسة على حدة. المؤسسات البطريركية هي مؤسسات عريقة عم تعمل بجهد ونجاح رغم كل الظروف وبكل المجالات. هالمشروع من شأنه خلق استراتيجية عمل وخطة للمستقبل، وقد نشهد مشاريع كبيرة تكون فيها هالمؤسسات كلها مجتمعة بهدف خدمة المجتمع والكنيسة ولبنان بشكل أفضل. الهدف الكبير للبترك هو وصول وللمؤسسات أنه نقدر نعمل مبادرات كبيرة نلتقي عليها كل الطاقات البطريركية، كان المؤسسات البطريركية ومرتبطة البترك أو الكنيسة كمان.